لكن حلقة النهاردة فيها عناوين وفيها تفاصيل مهمة جدا، نروح بسرعة لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الوداد. كمان في ترند الأهلي، بعثة الوداد تصل القاهرة اليوم، وصلت بالسلامة لمطار القاهرة. في الترند العالمي، الليلة انطلاق الجولة الأولى في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. نستعرض مع حضراتكم النهاردة أهم المباريات والجولات النهاردة في عدد من المباريات سواء الإفريقية أو الأوروبية. طبعا النهاردة في الجولة الثانية أو المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية، هذه المباراة اللي بتقام في مركب محمد الخامس في كازابلانكا، مباراة ستجمع بين بيراميدز المصري مع حوراية كوناكري الغيني، المباراة ستقام الساعة 9 بتوقيت القاهرة. لكن في الشأن الأوروبي والكرة العالمية، مباراة اليوم هي الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا دوري المجموعات. عندنا عدد من المباريات، في مباراتين هيبدأوا الساعة 7 إلا 5 دقائق. أول مباراة دينامو كييف الأوكراني مع اليوفي يوفنتوس الإيطالي، زينيت سان بطرسبرغ الروسي هيلعب مع كلوب بروج البلجيكي، والساعة 9 تشيلسي الإنجليزي مع شبيليا الأسباني، رين الفرنسي مع كراسنودار الروسي، برشلونة الأسباني هيلعب مباراة مع بطل المجر فرينكا فروزي، أيضا الساعة 9 لاتسيو الإيطالي مباراة قوية جدا أمام بروسيا دورتموند الألماني، لايبزيج الألماني هيلعب مع باشاكشهير التركي، وفي الختام الساعة 9 أيضا مباراة قمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. دوري الأبطال وعودة مباريات دوري الأبطال الأوروبي، والنهاردة الجولة الأولى مباريات مثيرة وفي دربيات ومباريات قوية جدا ابتداء من أول جولة، لكن بالتأكيد كل الانظار وكل الرؤى ناحية النادي الأهلي ومباراته المرتقبة إن شاء الله مع الوداد يوم السبت القادم. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل ندخل في تفاصيل الحلقة، وعندنا كلام مهم جدا في ترند الترند.